النعمة أي أمر يقربك من الله عز وجل. يأتيك مرض فيكسرك لله فترى أنك كأنك تخاطب الله جل في علاه. نعمة هذه. يأتيك فقر يجعلك أقرب وقلبك أخشع لله أنت. والله إن الله أراد بك خيرا. تأتيك أموال فتنشغل عن رب العالمين، تبدأ تضيع صلواتك، تتأخر عنها من بسبب تجاراتك، تبدأ تبعد عن الله، والله إنك معذب، والله إنك في نقمة. أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أنك تستطيع تعصي الله عز وجل وتشتهي المعصية ثم لا تفعلها. هذه إيش؟ أعظم نعمة. جاءتني رسالة قبل 3 أيام من يقول تركت المعاصي وتركت وكذا، وأرى أن غيري أعطوا مع أنهم يعصون الله سبحانه وتعالى، فأنا تخاذلت نفسي عن الدعاء وأحس أن ما استجاب الله لي. ماذا ردت شيخ؟ قلت الآن أثبت لنفسك أنك ما تعبد الله إلا عشان يعطيك. أنت ما تعبد الله عشان الله، يعني أنت تصل. رجل دنيا، رجل بس، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير عطيناه، زوجناه وعطيناه، أطمأن به، أموري كويسة في الدين. وإن أصابته فتنة بس يحرمها الله أمر معين واحد قد يكون حتى خير له. انقلب على وجهه، حتى شوف تصوير القرآن، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة أصلا. حتى تعرف أن تعبد الله عشانك ولا عشان هو يختبرك سبحانه. تخيرتك بين الكرتونين هذه، إيش تختار؟ والله صراحة راح أختار الجميل الأفضل، هذا الأصفر. طيب هو شكله صحيح، يعني صدقت هو جميل وشكله جذاب، لكن إن بغيت تستشيرني بكيفك وإن بغيت تأخذ اللي تبغى هذا هو قدامك. أنا أعرف وش داخلها. أنا قلبي يميل للأجمل يعني صراحة. تأخذ نصيحتي، أنا أقول لك خذ هذا، هذا أحسن لك. ما يصلح يا شيخ. أفتحه. وش فيه شيخ هذا؟ ما لقيت فيه شيء. سبحان الله ولله المثل الأعلى. هذا اللي نشوفه إحنا قدام الناس. وتختار أنت الأجمل على تفكيرك أنت. ذلك مبلغهم من العلم. أنا أبغاك تأخذ الكرتون هذا اللي أنا نصحتك فيه. والله هكذا نختبر في الدنيا يا جماعة. هذا طبعا شيك 120 مليون ولأني أحبك حاولت أعطيك هي. هكذا قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أزمتنا أزمة ثقة مع رب العالمين. ليس أنت من تعرف الخير من الشر، وليس كل ما رأيته خير هو خير، وليس كل ما رأيته شر فهو شر، لكن أنت قضيتك الكبرى أنك تصلحها مع رب العالمين. يعطيك كرتون مغبر خذه، والله إن وراء خير. هماك أنت على طاعته، والله إنك على خير. يقرب لك شيء شكله جميل وأنت على معصية، والله إنها ما هو خير.